بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم شباب؟ هنبدأ كلامنا مع بعض عن موضوع جديد من موضوعات النيزل كافيتي أو تجويف الأنف، ألا وهو النيرف سبلاي أوف ذا نيزل كافيتي أو الإمداد العصبي للنيزل كافيتي. وزي ما احنا متعودين مع بعض من البلاد سبلاي أو الإمداد الدموي، إن أنا عشان أدرس أي حاجة موجودة في النيزل كافيتي لابد إن أنا أقسم النيزل كافيتي إلى قسمين أو إلى شقين. الشق اللي بيبقى فيه الكونكا والميتس ده اللي احنا بنسميه اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، والشق اللي بيبقى مساوي ده اللي احنا بنسميه الميديال وول اوف ذا نيزل كافيتي او اللي احنا بنسميه النيزل سبتم، اللي هو الجدار الفاصل ما بين التو نيزل كافيتيز. طيب لما نيجي نتكلم بقى على مساله النيرف سبلاي، نتكلم على النيرف سبلاي الموجود في اللاترال وول. بنفس الفكره برضو بنقسم اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي الى اربع مربعات. تمام، المربع اللي هنا ده بنسميه الانتيريور سوبيريور، ده بنسميه الانتيريور انفيريور، ده بنسميه البوستيريور سوبيريور، ده بنسميه البوستيريور انفيريور. برضه من ناحيه الميديال وول او من ناحيه النيزل سيبتم بنحصل على تو هاف او بتحصل على نصين، النص الاولاني اللي هو الانتيريور سوبيريور، تمام كده، والنص الثاني اللي تحت ده اللي هو البوستيريور انفيريور او اللي هو بيكون النص اللي تحت واللي ورا. بالنسبه لاول ربع عندنا هبدا بيه اللي هو البوستيريور سوبيريور اللي هو بيكون ورا وفوق، بيتواجد من اسمه حسب الاسم نيرف او اعصاب تسمى البوستيريور سوبيريور لاترال نيزل. طبعا بوستيريور سوبيريور نسبه للمربع، واللاترال نسبه لان هم بيغذوا كلهم الايه اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي او الجدار الجانبي. عندك تحت هنا برضو البوستيريور انفيريور نسبه للمربع، ولاترال نيزل نسبه للاترال وول. في برضو عند الربع اللي موجود فوق ده اللي هو الانتيريور سوبيريور هنجد فيه برانش او في نيرف يسمى الانتيريور ازمويدال، وبرضو نفس الفكره بتاعت الشرايين، هذا الشريان يسمى ازمويدا لان العظمه دي زي ما احنا عارفين مع بعض من زمان ان هذه العظمه تسمى الازمويد بون، وبالتالي هذا العصب نازل من قدام يسمى الانتيريور ازمويدال. برضه نفس فكره، وطبعا يسمى انتيريور لانه في واحد تاني اخوه يسمى البوستيريور ازمويدال نيرف. وهنا عايزك تلاحظ ملاحظه خطيره، انه هنا في مساله الاعصاب احنا مختلفين عن الشرايين. يعني انا لما جيت درست الشرايين عرفت ان الانتيريور ازمويدال ارتري والبوستيريور ازمويدال ارتري الاثنين بيشاركوا في البلاد سبلاي او الامداد الدموي بتاع النيزل كافيتي، انما هنا الانتيريور ازمويدال نيرف فقط هو اللي بيشارك في النيزل كافيتي، البوستيريور ازمويدال نيرف زي ما احنا شايفين اهو مش موجود على الصوره. لكن طبعا في بوستيريور ازمويدال نيرف، لكن يعني ما بيشاركش في مساله النيرف سبلاي اوف ذا نيزل كافيتي، ما هو بيرجع ورا وبيشارك في السيفينويد بون، قصه ما تلزمناش خالص دلوقتي يعني. انما دلوقتي اللي يلزمني هنا الانتيرو ازمويدال نيرف اللي هو بيخش ياخد الايه الانتيرو سوبيرو كوادرانت او اللي هو الربع ده. برضو من ضمن الملحوظات انه الانتيرو ازمويدال نيرف ده هو بيدي برانش كده اسمه الاكسترنال نيزل برانش، ومن اسمه اكسترنال يعني بيروح ناحيه بره، وهتلاقيه من ضمن الملحوظات بيقول لك ان هو بيطلع ما بين البون والكارتليج. لو انت ملاحظ كده معانا، انت راجل طبعا قديم في الاطالس، انا عندي اللون الازرق ده بيعبر عن الكارتريج بينما الرصاصي ده بيعبر عن الابيض، فتلاحظ انه الاكسترنال نيزل برانش بيطلع هنا اهو في الحته ديت ما بين البون وما بين الكارتريج، حته دقيقه شويه بس اعرفها يعني. بقى عندي هنا نيرفات تسمى النيزل برانشز، طبعا من اسمها لان هي بتبقى موجوده في النيزل كافيتي، لكن الفكره في هما طالعين منين يعني. يعني عندك هنا مثلا ده نيزل برانش اهو بس طالع من نيرف او من عصب اسمه الانفرا اوربيتال نيرف، وركز في الاسم انفرا اوربيتال نيرف. الانفرا اوربيتال نيرف خدناه زمان لما جينا درسنا حاجه اسمها الماكسيلري نيرف، وهجيب لك صور كمان شويه عشان اثبت لك الموضوع ده. لكن المهم ان الانفرا اوربيتال نيرف ده هو يعتبر الكونتينيويشن او الاستمراريه بتاعه الماكسيلري نيرف. برضو كذلك النيرف ده يسمى السوبيريور الفلار نيرف، الانتيريور سوبيريور الفلار نيرف. كلمه سوبيريور الفلار نيرف يعني نيرفات وظيفتها الاساسيه ان هي تغذي الالفيولاي اللي هي التجاويف اللي بتخش فيها الاسنان او الضروس، وسميت سوبيريور لان انا عندي الفيولاي سفليه هنا بتخش فيها التجاويف بتاعت او بتخش فيها الاسنان او الضروس بتاعت الفك العلوي، وعندي في حاجه ثانيه اسمها الانفيرو الفيولاي اللي هي موجوده تحت في المانديبول او في الفك السفلي. انما انا اللي يلزمني مين؟ السوبيرو الفيولاي اللي هي العلويه اللي بتخش فيها الايه الاسنان او الضروس بتاعت الفك العلوي. خلاص كده؟ فهذا النيرف بيبقى نيرف متفرع من السوبيرو الفلار نيرف. زمان لو انت راجع يعني رجعت زمان بالذاكره هتعرف ان السوبيريور الفلار نيرف دول ثلاثه، واحد قدام واحد في النص واحد ورا، فده اللي قدام يعني بنسميه الانتيريور سوبيريور الفلار نيرف. وهجيب لك كمان شويه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله صوره للماكسيلري نيرف واوريك البرانشات ديت وهي طالعه من الايه الماكسيلري نيرف، اوريك صوره ثانيه عشان اعرفك برضو البرانشات اللي ورا دي جايه منين بالظبط ان شاء الله في الفيديو القادم.